يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره. البرتغالي فابينيو فلورا المدير الفني لفريق الساحل السعودي السابق لمنتخب مدغشقر وفريق شباب يوفنتوس للحديث عن كثير من الامور. يا فندم مشرف ومنور. شرف لي ان انا اكون هنا، شكرا جدا. اول مره ليا في مصر، وطبعا الف شكر. ده طبعا علشان كده عايز اقول لكم الف شكر ان انتم دعوتوني ان انا اجي معاكم. شرف كبير لينا اكيد. قولي الاول دلوقتي انتوا معسكرين فين، موجودين فين دلوقتي، ليه اخترت مصر للمعسكر؟ أنا دلوقتي موجود هنا في مصر لأن النادي هو اللي اختار البلد، وإحنا هنقعد هنا حوالي أسبوعين ونص. هنلعب أربع ماتشات ودية، وبعد كده نرجع السعودية علشان نبدأ الدوري السعودي. موجودين فين في مصر دلوقتي؟ المعسكر فين موجود؟ عارف الأماكن؟ موجودين في أوتيل مش عارف اسمه بالظبط، بس احنا وصلنا في وقت قليل، ما بقلناش 3 أيام هنا وبدأنا شغل مع النادي. بس أنا مش عارف اسم الأوتيل بالظبط، بس احنا عدينا على الأهرامات وإحنا معديين، وإن شاء الله هيبقى عندي وقت إن أنا أدور على وأتفرج على مصر في الوقت. لسه ما اتفرجتش على معالم كتيرة من مصر، لسه ما شفتش. لا لسه اول مره ليا هنا في مصر. ناوي تسافر بره القاهره ولا هتفضل في القاهره بس؟ لا فقط في القاهره ان شاء الله. طيب قولي بقى الاول تجربتك التدريبيه الفنيه، اشتغلت فين قبل كده، كان خطواتك عامله ازاي، نجاحاتك في الاماكن اللي انت اشتغلت فيها حتى وصلت لنادي الساحل السعودي. بدأت عملي كمدرب في لازيو في إيطاليا لأني عملت إيرازموس في إيطاليا، ده برنامج، وعملت التدريب بتاعي كمدرب في إيطاليا. فطبعا كان عندي حظ كويس جدا إن أنا يبقى عندي كونتراكت أو يبقى عندي عقد بعد ما أخلص الفترة بتاعتي بتاعت إيرازموس على طول. وطبعا كويس جدا إن أنا كان عندي الفرصة إن أنا أكون مدرب لواحد من النوادي الكبيرة في إيطاليا. وبعد كده بعد لاسيو طبعا وصلت إن أنا أدرب يوفنتوس للشباب، وبعد كده رجعت إن البرتغال علشان أدرب واحد من النوادي اللي موجودة في الدوري الممتاز في البرتغال. وطبعا برضو دربت في آسيا في تيمور ليست، وبرضو طبعا دربت في مدغشقر، ودلوقتي انا مع نادي الساحل. طيب السعودي. الحاجات المهمه جدا عندنا دلوقتي في مصر ان احنا بقى عندنا حب للمدربين البرتغاليين، يعني المصريين يحبوا المدربين البرتغاليين. المدربين المتغيرين موجودين الان في منتخب مصر في الانديه الكبرى في مصر زي الاهلي والزمالك، وايضا انديه زي فاركو وانبي. ليه في رأيك المصريين يحبوا المدربين البرتغاليين؟ إيه اللي بيميز المدربين البرتغاليين عن غيرهم من المدربين؟ احنا عندنا ثقافة ما خاصة بالبرتغاليين، خاصة بالتنظيم القوي جدا. احنا بنفكر 24 ساعة في اليوم في كرة القدم، حتى واحنا نايمين، حتى واحنا رايحين ننام بنفكر في كرة القدم. حتى وانا جاي هنا دلوقتي اللقاء انا معايا ورق بكتب فيه حاجات عن كرة القدم، دلوقتي وانا قاعد معاك بفكر في كرة القدم. ومن زمان واحنا بنتعلم يعني ايه كرة قدم. في لعيبة كتير قوي بيلعبوا كرة القدم مش عارفين يعني ايه كرة قدم، مش عارفين يعني ايه احساس بكرة القدم، بس احنا كبرتغاليين بنتعلم الكلام دوت من واحنا صغيرين، بنحاول ان احنا نقوي من الحاجات اللي احنا بنعملها على الملعب وبره الملعب، تقنيا وتكتيكيا فكريا تنظيميا، ودايما بنحاول ان احنا نوصل للنجاحات زي كابتن جوزيه فريرا، زي كوتش مورينيو، زي جورج جيزوس. الكثير من المدربين عندهم خبرات كبيرة جدا في كرة القدم، مش في البرتغال بس، بره البرتغال كمان. وعلشان كده انا بقول ان احنا شغلنا في كرة القدم شغل جيد جدا. عايز اسالك عن رايك في
روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني منتخب مصر، ورأيك فيه في أهم مميزاته، أهم الأمور اللي بيشتغل بيها فنيا، وأسألك كمان عن ترتيبه في البرتغال، يعني هو ترتيبه يأتي في المرتبة الكام بين المدربين البرتغاليين الكبار؟ كوتش روي هو مدرب كويس جدا، أنا دايما كنت بتابع الشغل بتاعه وأنا من قبل ما أكون مدرب. هو بيبدأ بالتأسيس بتاع الفرقة، وبعد ما يبدأ بتأسيس الفرقة بيبدأ يطلع معاهم خطوة خطوة علشان يعرف اللعيبة نفسهم عاملين ازاي، وبعد ما يعرف اللعيبة عاملة ازاي يبدأ يلعب بالطريقة اللي تناسب اللعيبة، وده طبعا شيء كويس جدا بالنسبة لكم وبالنسبة لمصر والمنتخب مصر. طبعا هو يعرف حاجات كتير جدا عن كرة القدم بحكم شغله في بنفيكا وفي أكتر من فرق تانيين. هو منظم جدا، بيركز جدا في الحاجات الصغيرة، بيشتغل على أكتر من حاجة جنب بعض. طبعا هو عمل ده كويس جدا دلوقتي ان هو عنده عقد 4 سنين، فهو طبعا هيعمل شغل كويس جدا. اللي هو بيشتغل عليه دايما ان هو بينتقي اللعيبة اللي عندهم مهارة كويسة، اللي عندهم بيز او قاعدة كويسة من الفكر والمهارة، ويبدأ يشتغل عليهم علشان يطور في اللعيبة، علشان يقدر ياخد منهم احسن اللعب واحسن اداء منهم في الفترة اللي هم بيلعبوا فيها في المنتخب. معروف عن روي فيتوريا ان هو مدير فني بيحب الشباب، بيحب اللاعبين الشباب، بيحب يصعد شباب، تصريحاته حتى بتقول كده. والفرق اللي اشتغل فيها كان فيها اكثر من موهبة شابة، هو يحب يشتغل مع شباب اكثر من اللاعبين اللي عندهم خبرات او اعمارهم كبيرة. فعلا هو حتى وهو بنفيكا كان فعلا في المثال ده، لأنه هو كان دايما بيسأل عن اللعيبة اللي بيلعبوا في الفرق الناشئين، في الفرق الأخرى، في نفس الفرقة، ودلوقتي بعد ما بيتكلم مع اللعيبة وبيتفرج عليهم بيطلع معاهم بيشتغل معاهم شغل قوي جدا علشان يطلع بيهم للمنتخب للفرقة الأولى، وطبعا بيشتغل معهم شغل كتير جدا علشان يأسسهم بزيادة عن اللي هم عندهم، وطبعا وده طبعا بيكون بيخدم الفكرة اللي هو عايزها، والفكرة اللي هو دايما بيشتغل عليها بتكون فكرة قوية جدا، وده طبعا هيخدم كتير جدا المنتخب المصري. طيب ايه العوامل اللي في رأيك اللي تنجح فيتوريا مع منتخب مصر؟ ايه العوامل اللي محتاجة فيتوريا عشان ينجح مع منتخب مصر؟ ده ممكن يبقى سؤال يخص فيتوريا بس ايضا يخصك انت شخصيا، انت كمدرب ايه العوامل اللي ممكن تنجح اي فريق او اي منتخب تحديدا؟ طبعا محتاجين اول حاجه محتاجين وقت، لان الوقت هو اهم شيء هيخلينا نتعلم علشان نوصل للنتائج. دلوقتي احنا محتاجين وقت علشان نشتغل، المدرب محتاج وقت علشان يقدر ينفذ فكرته. طبعا عايز اقول مثلا زي ايطاليا، زي برشلونه، ناس كتير اشتغلوا بالوقت دوت علشان يوصلوا بالفرق للحاجات او للمناطق او للمستوى المطلوب، وده طبعا لازم الناس اللي حوالين الاتحاد المصري يكونوا فاهمينه، انهم لازم يدوا المدرب والفرقه الوقت المظبوط علشان يقدروا يشتغلوا على الفكره ويقدروا يشتغلوا على الأداء، علشان دلوقتي يقدروا يشوفوا حاجة أو يقدروا يشوفوا نتائج دلوقتي، وطبعا لقدام علشان النتائج الإيجابية كلها تكون ظاهرة بعد الوقت المظبوط اللي المدرب والمنتخب والفرقة هياخده. محظوظ فيتوريا أنه هيدرب محمد صلاح، هو قال كده، محظوظ أكيد محمد صلاح وباقي لعيبة منتخب مصر يكون مديرهم الفني فيتوريا. شايف أنه فيتوريا هيستفيد قد إيه من محمد صلاح، اسم كبير في كرة القدم العالمية، وكمان محمد صلاح تتوقع إزاي ممكن يستفيد من فيتوريا؟ سي.
طبعا انت عارف ان اللاعب مش بس بالمدرب كخوي فيكتوريا، وطبعا انت لازم تعرف ان مش بتاع البرتغاليين فقط، هو اللعب او الماتشات لازم الماتشات تبقى شكلها جميل، والماتشات اللي شكلها جميل لازم يكون فيها لعيبه فنيين كويس، لازم اللعيبه يكونوا قادرين ينفذوا الكلام دوت على الملعب. طبعا كابتن محمد صلاح كابتن من الكباتن الكبار، لعيب من اللعيبه الكبار دلوقتي، طبعا هو هيقدر يستفيد من كابتن اخوي علشان ينفذ الافكار دي، لان هو لازم ياخد على الجو بتاع كابتن اخوي، لازم يقدر يتاقلم على الفكره، لازم يساعد الفكره، وطبعا كوتش هوي لازم هيعرف كويس جدا ازاي اللعيب المصري او ازاي اللعيب اللي بالقدرات الفنيه الكويسه ديت زي كابتن محمد صلاح هيستفيد ازاي ان هو يقدر يقرا بقيه اللعيبه كلهم، ازاي يقدر يحط اللعيبه في الجو المتاح ليهم علشان يقدروا ينفذوا احسن ما عندهم على الملعب. طيب في مدربين في العالم زي مثلا مورينيو سيميوني، هم مدربين يتقال عليهم ان هم مدربين دفاعيين، في مدربين زي مثلا بيب جوارديولا ويورجن كلوب يتقال عليهم مدربين هجوميين بيحبوا الكره الهجوميه، فيتوريا يصنف مدرب دفاعي ولا مدرب هجومي؟ كوتش هوي بيحب جدا الكرة الإيجابية اللي دايما بيبقى فيها هجوم، دايما كان بيلعب بأربعة أربعة اتنين بفورميشن أربعة أربعة اتنين، بس دايما كان لازم اللعيبة اللي جوه الملعب واللي على الجناب الجناح والباك لازم يدخلوا جوه الملعب، لازم يلعبوا بطريقة هجومية علشان الفرقة كلها تستفيد. وطبعا احنا عندنا دلوقتي لعيبة زي كابتن محمد صلاح، عندنا لعيبة عندها جودة عالية جدا، فطبعا هم هيستفيدوا من دوت وهيقدروا يفيدوا الفكرة الإيجابية دي. طبعا مفيش اي فرقة هتهاجم فقط من غير ما تدافع، فلازم طبعا يبقى في تناغم، ولازم يبقى في الفكرة بتاعت النقل من الهجوم للدفاع، لازم الفكرة دي تكون عند اللعيبة، ولازم هم يفهموا كويس جدا ان الهجوم شيء مهم، بس الدفاع الدفاع كمان لازم يكون شيء قوي جدا علشان لما الفرقة التانية تبدأ تهاجم عليهم. طيب ده عن فيتوريا. الآن في مصر في أكبر ناديين في مصر أكيد تعلم ذلك، هما الأهلي والزمالك. في الزمالك يقوده مدير فني كبير هو جوزوالدو فيريرا. هسألك الأول على فيريرا بصفة الأقدمية وهو المدرب اللي له خبرات كثيرة وعديدة، رأيك في جوزوالدو فيريرا؟ هل تقيد جوزوالدو فيريرا قبل كده؟ هل تعلم بنجاحات جوزوالدو فيريرا مع الزمالك مؤخرا الفوز بكأس مصر؟ طبعا انت لازم تعرف ان المدربين البرتغاليين زي ما قلنا هم مش بس بيتابعوا المدربين الكويسين قوي، هم بيتابعوا كل المدربين في العالم، فطبعا احنا بنتابع المدربين البرتغاليين بالذات علشان هم البرتغاليين من عندنا، فطبعا المدربين بيعملوا شغل كويس جدا، بيعملوا حاجات قوية جدا. أنا ما قعدتش مع كوتش فيريرا كتير، ما قعدتش معاه، ما قعدناش، ما خدناش الفرصة إن احنا نتكلم مع بعض، بس أنا طبعًا متابعه، أنا طبعًا عارف هو عمل إيه مع الزمالك قبل كده، عارف إن هم كانوا بيلعبوا وكسبوا كأس مصر من كام يوم ضد الأهلي، طبعًا أنا بشوف شغله عامل إزاي، طبعًا هو مش حاجة سهلة شغله صعب جدًا، إن هو بيتعامل مع أكتر من حاجة، بيتعامل مع أكتر من موقف، طبعا هو لازم يكون عنده الريسبونسبيلتي أو إن هو لازم يكون متحمس دايما إن هو يكسب، لازم يكون عنده فكرة، ولازم يكون عنده صدر رحب إن هو يتقبل اللعيبة، لازم يكون عنده صدر رحب إن هو يتقبل التأقلم بتاع اللعيبة معاه، بس طبعا ده كله بيحصل علشان الكوتش بيحب وبيعشق كرة
القدم. فهو هو ككوتش كبير في السن، هو طبعا عنده خبرة كبيرة جدا، ودي حاجة عظيمة جدا ان انا اتابعه وببقى مبسوط وانا قاعد بتابع شغله. ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي، كان مفاجأة بعض الشيء اختياره لتدريب النادي الاهلي الاسم الكبير في القارة الافريقية، خاصة ان المدرب لا يملك سي في قوي يعني على مستوى الاندية اللي دربها. هل تتوقع نجاحه مع النادي الاهلي؟ هل تعلم امكانياته الفنية، خاصة انه عمل موسم عظيم الموسم الماضي في الدوري البرتغالي؟ أنا دايما بحط كابتن خوي فيتوريا، كوتش خوي فيتوريا مع كوتش سواريش، لأن هما شغلهم قريب جدا من بعض. طبعا كوتش سواريش عمل شغل كويس جدا مع النادي اللي فات اللي هو كان بيدربه مع فريق الشباب، مع الفريق الأول كان عامل شغل كويس جدا، عمل اشتغل كويس جدا مع اللعيبة، اشتغل بتطوير اللعيبة، هو بيلعب هجومي تماما، هو بيلعب دايما بيساعد اللعيبة على الهجوم، بس هو شغله مش بس على طريقة اللعب، هو كمان بيركز على ان هو يقدر يوصل لدماغ اللعيبة ويقدر يشوف اللعيبة عندهم كاباسيتي او عندهم ازاي هم هيقدروا يعملوا دوت، ويقدر يقنعهم بفكرته، ويقدر يقعد معاهم في جروبس او يقدر يقعد معاهم في اجتماعات علشان يقدر يوصل لهم الفكره الهجوميه وازاي كره القدم هي شيء جميل علشان يلعبوا. سؤال اخير ليك النهارده، هل تامل انك تعمل في احد الانديه المصريه في المستقبل؟ طبعا هقول ان هي حاجه موجوده طبعا، لان انا مدرب، انا على طول موجود، انا دلوقتي هنا، بكره انا رايح السعوديه، بعد كده ممكن ارجع على مصر. طبعا انا شنطتي دايما متحضره، لان الشغل هو اهم حاجه، زي ما قلنا عندنا كبرتغاليين دايما لازم نبقى بنفكر ان الشغل مهم جدا، لازم نبقى عارفين ان احنا لازم نشتغل بالراحه، لازم ناخد دايما. انا بشكرك شكرا جزيلا حقيقه، انت شرفتنا ونورتنا، كنا سعداء بيك جدا على التلفزيون المصري، برنامج رقم 10 على القناه الاولى. اشكرك شكرا جزيلا، واتمنى لك إقامة سعيدة في مصر إن شاء الله، تنبسط وتسعد وتروح تزور كل المعالم العظيمة في مصر. أوكي. أوكي، obrigado eu e continuação do trabalho. شكرا. Espero da próxima vez voltar aqui para falar convosco. ألف شكر جدا وشكرا جدا على شغلك العالي، وإن شاء الله لما أرجع هنا أقدر أقعد أتكلم معك هنا تاني. هكون سعيد جدا، أنا بشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، هنروح لشيء في منتهى الأهمية، إصابات بالجملة للاعبين، اصابات بالجمله في الانديه الكبيره وحتى انديه غير الانديه الكبيره، اصابات عضليه كثيره. بعد الفاصل هنروح للدكتور رفيق رضوان استشاري العلاج الطبيعي واصابات الملاعب وطبيب اهلي جده السابق، نفهم منه ايه اللي بيحصل وازاي نتلافى هذه الاصابات الكثيره. خليكم معنا.